في السينك شوك منذ الدقيقة الثانية. كرة تتلعب بسرعة في اتجاه ياسر المشرقي، يرفع كرة ياسر المشرقي والرأسية والهدف الثاني. جول 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 شاهين بلول الجزائري في صفوف السيابي يسجل الهدف الثاني للنادي الرياضي البنزرتي في الدقيقة 30. كما قلت النادي البنزرتي يضاعف النتيجة، يتغير العداد من جديد بهدف ثاني للنادي الرياضي البنزرتي. شاهين بلول بعد ركنية تتنفذ قصيرة بسرعة، ياسر المشرقي يوزع وشاهين بلول برأسية يسكن الكرة في شباك رامي جريدي. 2-2 للنادي الرياضي البنزرتي. شاهين بلول في الدقيقة 31. إذن تتغير النتيجة وتتغير المعطيات مرة أخرى في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت بهدف ثاني.